مشاهدينا الكرام بكم في حلقه جديده من حلقات بكل وضوح معكم رشيد في هذه الحلقه المباشره على قناه الكرم وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، حلقتنا لهذا اليوم بعنوان اسطوره طارق ابن زياد. طارق ابن زياد ليس هناك شخص في الشرق الاوسط وحتى في الغرب لا يعرف من يكون هذا الرجل هذا هو القائد الاسلامي العسكري الذي فتح شبه الجزيره الابريه او الاندلس كما يقولون هو الذي ادخل المسلمين الى اوروبا وفتحها لهم ودخلوا طولا وعرضا وجالوا في هذه البلاد وبقوا قرونا هناك من هو طارق بن زياد ما هي أصوله ما اسمه هل لديه عائلة أين مكت لماذا اختفت أخباره بعد ما يسمى بالفتح الإسلامي للأندلس كل هذه الأمور سنتحدث عنها ما علاقته بموسى بن نصير وهل طارق بن زياد أمازيغي أم عربي أم فارسي كل هذه الأمور سنتحدث عنها كان الأمازيغ يعيشون أديانا مختلفة متعايشة مع بعضها المسيحية هي الغالبة وهناك يهود وهناك وثنيون وكانت لديهم قائدة هي دهية المسمات في التاريخ الإسلامي الكاهنة لكن دخل المسلمون وغيروا المنطقة بكاملها ثم جاء دور طارق ابن زياد دعونا نبدأ مباشرة في عرض الموضوع هذا جبل طارق هناك الآن دويلة صغيرة تسمى جبرالتر أو جبل طارق أو البعض يسميها حتى عندنا في بعض المناطق في المغرب جبل طر إذا جبل طارق جبرالتر يسمى على اسم هذا القائد العسكري الإسلامي ثم لدينا هذه العملة التي سكتها يعني حكومة جبل طارق مؤخرا حتى يعني توضح أو تخلد ذكر هذا القائد الإسلامي ونرى كما هو مكتوب هنا طارق ابن زياد خمسة باوند أو خمسة باوند سرليني إذن هذه هي شخصيه طارق بن زياد لدينا مدارس كثيره مسمات باسم شوارع مراكز كل شيء يسمى طارق بن زياد لكن ما هي الحقيقه هل تم تضخيم هذه الشخصيه والزياده فيها لتصير اسطوره هل صنعنا او صنعوا لنا بالاحرى الاسطوره خلينا نبحر في هذا الموضوع اولا تاريخ ميلاد طارق بن زياد اين ولد لا نعلم شيء عن هذا الامر، المصادر لا تذكر لنا بالضبط اين ولد ولا تاريخ ميلاده بالضبط، غير معروف، هناك تقديرات من 50 الى 60 هجريه. هذا اول شيء. تاريخ الوفاه غير دقيق، لكن في نهايه القرن الاول الهجري. 90 فما فوق، البعض يضعه 97، البعض يضعه في المئة المهم او 101، لكن في نهايه القرن الاول الهجري. اذا مكان الولاده غير معروف وحتى مكان الوفاه آه سنتحدث عنه لاحقا غالبا الشام لكن غير مذكور بالتحديد في المراجع. هي استنتاجات لا غير. اصل طارق بن زياد، من هو هذه الشخصيه؟ يقول لنا ابن عذاري في البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ابن عذاري المراكشي المغربي قال وقد اتفق الجميع فيما يظهر على ان متولي كبر فتح الاندلس وجله ومعظمه هو طارق بن زياد وقد اختلف في نسبه طبيعه الحال فالاكثرون على انه بربر يقصد امازيغي من نفزه وأنه مولى مولى لما تشوف مولى يا عبد عبد لموسى بن نصير كان عبدا لموسى بن نصير كما يقول ابن عذاري من سبي البربر يعني هو من السبي الذي أخذ سابقا من الأمازيغ وقال آخرون إنه فارسي إذا غير معروف قد يكون أمازيغي قد يكون فارسي بحسب ابن عذاري لكن أنا أقول استحالة أن يكون طارق بن زياد أمازيغيه لأنه متى تم أخذه في السبي يعني الغزو الإسلامي لمناطق التي تسمى المغرب والجزائر الآن هو تم في الخمسينات خمسين هجرية فما فوق فإذا كان طارق بن زياد قد ولد في الخمسين فهل أخذ أسيرا فور ولادته أو عنده بضع سنوات وتم تسميته طارق كيف يكون اسمه طارق الأمازيغ لا يسمون طارق طارق اسم عربي أمازيغ لا يسمون طارق بتاتا وكيف يكون اسم أبي زياد إذا كان العقبة بن نافع قد دخل ولنفترض أنه من الأسار الأوائل من السبي الأول نحن نتكلم على خمسين هجرية كيف أبوه اسمه زياد الأمازيغ لا يسمون زياد هو اسم عربي وكيف يصير طارق ابن زياد خادما لمن سبوا أهله ورآهم بعينه أو بعينيه كيف ويصير فاتحا لهم كيف مستحيل أن يكون طارق ابن زياد أمازيغيا فلا الاسم يقول ذلك والده كيف يكون زياد كل هذه الأمور تجعلنا نشك في وجوده ضمن السبي الامازيغي ثم يقول صاحب ابن عذاري صاحب البيان المغرب في اخبار الاندلس والمغرب ونسب طارق ما هو نسبه يقول هو طارق بن زياد بن عبد الله جد اسمه عبد الله طيب كيف يكون الامازيغ لا لا يسمون عبد الله في ذلك الوقت اذا جده عبد الله ابن زياد بن عبد الله ثم يضع له سلسلة وطبعا نحن نعلم أن المسلمين بارعون في تأليف السلسلة لو ما عندك سلسلة نعمل لك واحدة ابن ولغو ابن ورنجوم ابن نبراسن ابن والهاس ابن بطوفت، ابن نفزاو عشان يعمل له سلسلة نزب أمازيغية طب الله هو جاي لحد ولغو قلبوها عبد الله يعني انت تتكلم على الجيل الثالث عبد الله وزياد وطارق واحنا نتكلم عن دخول الاسلام يعني بين بين فتح ما يسمى فتح طارق للاندلس وبين دخول الاسلام اول مره لهذه المناطق حوالي 40 سنه يعني ده على الكثير على الكثير 40 سنه وطارق بن زياد غالبا غالبا توفي هو في الثلاثينات والاربعينات من عمره يعني كيف لديه اب زياد ولديه جد اسمه عبد الله فجأة والنجوم ونجوم نبرنغاسن والهاس بطوفة نفزوي يعني تحس انه هذه الشخصية تم التلاعب في كل عناصرها. اتركها من هذا. تاريخ الاسلام وف وفيات المشاهير والاعلام يقول طارق بن زياد يقال ابن عمرو. ليس طارق بن زياد الغالبيه العظمى لم تسمع بهذا الامر يمكن لحد الان ليس طارق بن زياد طارق بن عمر الصدفي ده في تاريخ دمشق يقول هذا ابن عساكر في تاريخ دمشق عفوا ابن خلدون يقول طارق بن زياد الليثي اذا قد يكون طارق بن عمر الصدفي قد يكون طارق بن زياد قد يكون طارق بن زياد الليثي والبيان المغرب كما راينا طارق بن زياد بن عبد الله بن ولغو وتاريخ الاسلام يقول طارق بن زياد بن عبد الله ابن ولغو ويقول بانه مولى موسى بن نصير الامير انه عبد لموسى بن نصير ويقال مولى الصدف يعني عبد لواحد اسمه الصدفي الصدف ولذلك يقال ابن عمرو الصدفي غالبا غالبا من تفحص لكل الروايات أن هذا المسمى طارق بن زياد لم يكن اسمه طارق أصلا وأنه واحد من السبي الذين أخذوا من بلدان يا فارس يا بلدان الشرق الأوسط وأنه تم تغيير اسمه وتسميته طارق وإضافة إضافة العبد لمولاه يعني صار اسمه الصدفي لو كان مولى الصدف او اي اسم اخر زياد يمكن هو صاحبه الذي اشتراه فيقال طارق بن زياد فاذا هذا الشخص اسمه غير معروف تم استعباده في واحد من الغزوات الاسلاميه في الشرق لانه كانت لسه ما وصلتش الغرب حتى يتطور هذا الامر وتم تربيته وتنشئته حتى يصير محاربا لاجل القضيه الاسلاميه لازم تمر فتره وبالتالي لازم يكون من الاوائل من السبي من الشرق من بلدان فارس غالبا وعلى الارجح انا ارجح انه فارسي الاصل بناء على تفحص الروايات ولا يمكن ان نفصل بين طارق بن زياد وبين موسى بن نصير اذا اردنا ان نعرف من هو طارق وماذا حصل له لازم نعرف موسى بن نصير وماذا حصل له لان الاثنين مصيرهما واحد موسى بن نصير ابو عبد الرحمن مولى رام اللخم حتى هو عبد حتى موسى بن نصير كان عبدا مولى رام اللخم ويقال انه مولى لبني اميه يعني مستعبد كان من السبي ايضا أو من الرقيق الذي اشتروه، وأصله من عين التمر، ويقال هو من إراشة، سبي أبوه من جبل جليل من الشام، يعني هو من السبي، في زمن أبي بكر غالباً طارق وموسى لديهم نفس المصير، وكان اسمه نصر والده، والده كان اسمه نصر لكن صغروه وحقروه نظراً لأنه عبد فقالوا نصير. موسى ابن نصير فعبد ابن العبد فصغر واعتقه بعض بني اميه، البعض يقول انه اعتق حتى لما يتم اعتاق يظل اسمه مولى بني اميه، يعني في المرتبه الثانيه، فرجع الى الشام وولد له موسى بقريه يقال لها كفر مثرة وهو صاحب فتوح الاندلس وكان اعرجا. إذن موسى بن نصير هو هذا يقول ابن عساكر في تاريخ دمشق اذا موسى عبد بني اميه وطارق عبد العبد لان يعني طارق صار عبدا لانه هو مولى موسى فهو عبد العبد مولى المولى يقول صاحب نفح الطيب من غصن الاندلس الرطيب إن أول أسباب فتح الأندلس كان أن ولى الوليد بن عبد الملك موسى بن نصير مولى عمه إذا موسى بن نصير كان عبدا لعمه عبد العزيز فحطوا والي على أفريقيا غالبا كانوا بيحطوا الموالين لهم من العبيد وحنشوف هذا عند العباسيين في المماليك وحنشوف هذا في يعني لما حصلت ثوره المماليك في مصر يعني كانوا غالبا بيجيبوا العبيد وبيدربوهم على حمل السلاح وعلى خدمه ويقطعوا لهم اصولهم وغيروا اسمائهم وتم غسل الدماغ من اول وجديد فيصيروا خداما للامبراطوريه كذلك حصل مع موسى بن نصير وكذلك حصل مع من يسمى طارق ابن زياد فهم مثل الانكشاريين الجنود الانكشاريه حتى تبعت الدوله العثمانيه نفس الشيء الجنود الانكشاريون هم عباره عن عبيد يتم غسل دماغهم محو اصولهم ثم يجندون لا يعرفون شيئا سوى الحرب والقتل والسبي والغنائم فقط لا يعرفون شيئا موسى بن نصير وهذا الذي يسمى طارق من هذه النوعيه وعلى هذه الشاكله يقول اذا وما خلفها يعني على افريقيا حطوا آه حطوا بنو اميه والي على افريقيا وما خلفها سنه 88 فخرج في نفر قليل من المطوعه فلما ورد مصر اخرج معه من جندها بعتا وفعل ذلك في افريقيا وجعل على مقدمته مولاه طارقا حتى المولى حط حت مولاه حط عبده على مقدمه الجيش او الكتيبه اللي كانت عنه فلم يزل يقاتل البربر ويفتح مدائنهم وهذا دليل على ان طارق لم يكن امازيغيا حتى بلغ مدينه طنجه فهو جاء مقاتلا العبيد جاء مقاتلين للامازيغ وهي قصبه بلادهم يعني جاءوا لمدينة طنجه وام وام مدائنهم فحصر حتى فتح واسلم أهلها ولم تكن فتحت قبله وقو... وقيل بل فتحت ثم استغلقت إذا جول الطنجة وفتحوها وقتلوا الناس سبوا موسى بن نصير وطارق ثم صار طارق واليا أو نائبا عن موسى في مدينة طنجة موسى بن نصير هذا فعل عجيب بالمغرب كان سفاحا كان قتالا عشان تعرفوا أن اللي بيتربى تربية فيها غسل دماغ ولا يعرف إلا القتل مثل الجنود الانكشاريين والمماليك ومثل داعش ما فعلت بأمناء اليزيديين يعني جابوهم اغتصبوا أماتهم شالوا لهم تاريخهم وصاروا يدربوهم أشبال الخلافة ويحطوهم وبعد ذلك يدوهم مسدسات أنا شفت الفيديوهات بنفسي ويدربوهم على القتل بلا رحمة بلا شفقة وهم أطفال كذلك فعل بطارق بن زياد وموسى بن نصير قال ابن أبي زيد إن البربر ارتدوا بافريقيا المغرب اثنتي عشرة مرة، وزحفوا في كلها للمسلمين، ولم يثبت اسلامهم الا في ايام موسى بن نصير وقيل بعدها، يعني اللي اخضع الامازيغ للاسلام هو موسى بن نصير بسبب بشاعة ما فعل بالامازيغ بسبب قسوته، تاريخ بن خلدون الجزء السادس صفحة 121. موسى بن نصير يقول عنه صاحب البيان المغرب بن عذاري ثم خرج رحمه الله غازيا من افريقيا الى طنجه فوجد البربر قد هربوا الى الغرب يعني كل ما كانوا يزحفون تجاه الجزائر الامازيغ يمتدون غربا خوفا من العرب فتابعهم وقتلهم قتلا ذريعا وسبى منهم سبيا كثيرا حتى بلغ السوس الادنى من كان معه هذا المدعو طارق الذي يقولون أنه أمازيغي وهو بلاد درعة فلما رأى البربر ما نزل بهم استأمنوا وأطاعوا فولى عليهم واليا واستعمل مولاه طارقا على طنجة وموالها حط هو العامل بتاعه في سبعة عشر ألف من العرب و عشر ألف من البربر بيجيبوا السبي ويحطوهم ايضا ويجيبوا اولاد الاعيان بيصيروا رهائن لانه لو ارتد ابائهم او عملوا اي شيء يقتل الابناء بيصيروا رهائن، وامر العرب ان يعلموا البربر القران فين كان القران ما كانش كتب لان الطباعه كانت صعبه وكان صعب انك تعمل كتاب واحد وان يفقهوهم في الدين، علموهم يمكن شويه ايات وكيف يصلوا وكيف يصوموا يعني بعض الدين حتى بعض الدين لانه يعني الدين كان ما كانش حتى مكتمل، ما كان لا بخاري ولا مسلم ولا احاديث ولا اي شيء ولا فقه موجود ولا اي شيء. كانوا بيعلموهم شويه حاجات انه ها هذا الخضوع لنا تعملوا مثلنا وتصيروا مثلنا. ثم مضى موسى قافلا الى افريقيا. رجع موسى حط طارق في طنجه وقال له انت تتولى هؤلاء اهو اخضعناهم بالسيف خليك حريص تاريخ ابن خلدون كمان يقول لنا نقل ابن أبي الرقيق أن موسى بن نصير لما فتح سقومة سقومة هي مدينة فاس حاليا كتب إلى الوليد بن عبد الملك كان وقتها الخليفة هو الوليد بن عبد الملك أنه صار لك من سقومة مئة ألف رأس قال للوليد خلي بالك أنه هذا الذي يبعث للخلافة هو فقط الخمس زي مثل محمد كان بياخد الخمس هو والله مشتركين في الخمس فالغزاة من العبيد ومن اللي أخضعوا وتدربوا وتم غسيل دماغهم بيقولوا لهم اضرب واقتلوا لك الغنيمة والسبي ما شئت كله لك وهذا حيكون سبب الخلاف بين موسى بن نصير وطارق كله لك ونبعت فقط 20% للخلافه فبعث له قال له انا سابعث لك الف راس هذا هذا نصيبك فقط فكتب اليه الوليد بن عبد الملك ويحك اني اظنها بعض من كذباتك فان كنت صادقا هذا محشر الامه فعلا محشر الامه خربوا بلاد الامازيغ اخذوا كل بناتها واطفالها سباية خربوا بلاد الامازيغ حتى انه ابن كثير يقول قيل انه بعت ابنه مروان ابنه مروان على جيش فاصاب موسى بن نصير بعت ابنه مروان مروان بن موسى بن نصير فاصاب من السبي مئة الف راس وبعت ابن اخيه في جي جي عائلته كلها فأصاب من مئة ألف رأس أيضا من البربر فلما جاء كتابه إلى الوليد وذكر فيه أن خمس الغنائم أربعون ألف رأس قال الناس إن هذا أحمق من أين له ألف رأس أربعون ألف رأس خمس الغنائم فبلغوا ذلك فأرسل أرسل أربعين ألف رأس وهي خمس ما غنم لاحظوا ماذا يقول ابن خلدون عبارة في غ... تلخص لك كل شيء ولم يسمع في الإسلام بمثل سبايا موسى بن نصير امير المغرب. لم يسمع مره ثانيه، لم يسمع في الاسلام بمثل سبايا موسى بن نصير امير المغرب، يعني السبي اللي حصل في كل البلدان الاسلاميه ليس له مثيل لما فعله موسى بن نصير بالامازيغ. حتى تعرفوا هم يريدون ان يقولوا طارق امازيغي حتى يقولوا هم هم اللي رضوا بذلك ده يا حبيبي جاي مع موسى بن مصير ويقتل في الامازيغ ويسبيهم هل تعتقد انه واحد يسبي اهله يقتل اهله يدبح باهله هذه هي المصيبه التي تم تعليمنا اياها كيف تولى طارق انا شرحت لكن بالمصادر قال الواقدي وجه عبد العزيز بن مروان موسى بن نصير مولى بني أمية وأصله من عين التمر ويقال هو نفس الكلام ويقال بل وليها في زمن الوليد بن عبد الملك سنة 89 ففتح طنجة ونزل وهو أول من نزل واختط فيها للمسلمين وانتهت خيله إلى السوس الأدنى وبينه وبين السوس الأقصى نيف وعشرون يوما هذه مناطق أمازيغية نعرفها نحن المغاربة فوطئهم وسبى منهم وأدوا إليه الطاعة وقبض عامله منهم الصدقة ثم ولاها طارق بن زياد مولاه حط تحت تصرفه هؤلاء الأمازيغ وانصرف إلى قيروان إفريقيا وراح لقيروان لما كان طارق في طنجة طبعا أطماعه يريد المزيد هي كلها كيف أرضي أسيادي وكيف أخذ المزيد من الغنائم والسبي الدين هو وسيلة فقط وفي سنة 93 من الهجرة جاز طارق إلى الأندلس حطه هو في طنجة طبعا بين طنجة وإسبانيا لحد الآن مسافة يفصلهم البحر البحر المتوسط مسافة قليلة جدا وافتتحها بمن كان معه من العرب والبرابر ورهائنهم الرهائن اللي اتحطوا عنهم راح خدهم والا تقتلوا الذين ترك موسى عنده والذين اخذهم حسان من المغرب الاوسط قبله وكانت ولايه طارق على طنجه والمغرب الاقصى في سنه 85 يعني حوالي سبع سنوات كل المده التي سنسمع فيها عن طارق لا تتعدى سبع سنوات وبعدها سيختفي سبع سنوات يبزغ نجم واحد عشان تعرف انه عبد مقطوع يبزغ نجمه يستخدم ويختفي مثل ما سيختفي موسى بن نصير في سنة 85 وفي هذا التاريخ تم إسلام أهل المغرب الأقصى تحت السيف طبعا وحولوا المساجد التي كان بناها المشركون إلى القبلة معناها الكنائس وجعلوا المنابر في مساجد الجماعات وفيها صنع مسجد غمات هيلانا جيش طارق كان يتكون من العرب والامازيغ الذين اخذوا رهائن والامازيغ الذين استخدموا فقالوا لهم سنغزو البلاد المجاوره طارق بن زياد المغربي البربري هذا في تاريخ الاسلام جزء 2 1118 طارق بن زياد مولى موسى بن نصير الامير ويقال مولى الصدف كما راينا عد البحر من الزقاق السبتي الى الاندلس فنزل بالجبل المنسوب اليه في رجب سنه 92 في 12000 سائرهم من البربر وفيهم قليل من العرب وطبعا 12000 شخص وذهب غزا بهم الاندلس كيف فعل ذلك؟ قال الذهبي كان طارق بن زياد أمير طنجة وهي أقصى بلاد المغرب وكان نائبا لمولاه موسى بن مصير نفس الكلام الذي قلناه فكتب إليه صاحب الجزيرة الخضراء واضح أنه كان في مشاكل في شبه الجزيرة الإيبيرية صراعات على النفوذ فواحد غضب من واحد بعت أو هكذا قيل لنا لأنه ممكن الرواية دائما المغتصب يتذرع يقول انه حد طلب مني المساعده، قد تكون القصه كلها اكذوبه، لكن هذا ما تقوله المصادر. كتب إلي صاحب الجزيره الخضراء يستنجد به على عدوه، يعني في خصام بينهم قال له تعال ساعدني، فدخل طارق الى جزيره الاندلس من زقاق سبته وانتهز الفرصه لكون الفرنج قد اقتتلوا، الفرنجه قد اقتتلوا فيما بينهم وامعن طارق في بلاد الاندلس فافتتح قرطبه وقتل ملكها أدرينوك وكتب إلى موسى بن نصير بالفتح قال له أنا خلاص ذهبت للأندلس يا عم أنا خليتك في طنجة قال له لا أنا خلاص دخلت الأندلس فحزده موسى على الانفراد بهذا الفتح وكتب إلى الوليد يبشره بالفتح وينسبه إلى نفسه قال له يعني باختصار شديد أيها العبد أنت عبدي تروح عامل فيها بطل وتصير منزلتك عند الخليفة أفضل من منزلتي تهديد مباشر يمكن يزيله موسى بن نصير فراح زعلان من طارق وكتب للوليد قال له أنا افتتحت الأندلس وكتب إلى طارق يتوعده لكونه دخل بغير أمره هو القديم مش غير أمره انت ازاي ازاي, إزاي تعمل كل شيء ويأمره ان لا يتجاوز مكانه حتى يلحق به. ثم صار لانه كله يتسابق لانه وجودهم يتعلق بالغزو، مكانتهم بالغزو ليس لهم اي دور الا القتل. لو ما قتلوش وغزو وجابوا انتصارات لهؤلاء يزيحوهم. لا قيمه لهم لانهم مجرد عبيد. مسرعا بالجيوش فدخل الاندلس ومعه حبيب بن ابي عبيد الفهري فقام سنين يفتح في بلاد الاندلس وياخذ المدن ولاحظوا ده ابن كثير في البدايه والنهايه مش كلامي والاموال ويقتل الرجال ويأسر النساء والأطفال فغنم شيئا لا يحد ولا يوصف ولا يعد من الجواهر واليواقيت والذهب والفضة ومن آنية الذهب والفضة والأتات والخيول والبغال وغير ذلك شيئا كثيرا هذه كانت وظيفة موسى بن بغال حمير خيول أتات فضة أولاد أطفال نساء هات لا الدين ولا خردهم اي شيء كله للسلطه والنهب والنهب في فتوح البلدان يقول قال الواقدي غزا طارق بن زياد عامل موسى بن نصير الاندلس وهو اول من غزاها وذلك في سنه 92 فلقيه اليان وهو والي على مجاز الاندلس فامنه طارق على ان حمله واصحابه الى الاندلس في السفن فلما صار اليها حاربه اهلها ففتحها وذلك سنه 92 وكان ملكها فيما يزعمون من الاشبان الاسبان واصلهم من اصبهان هم بي يعني يخلطوا الحابل بالنابل ثم ان موسى بن نصير كتب الى طارق كتابا غليظا لتغرير بالمسلمين وافتتانه عليه بالراي في غزوه وامر ان لا يجاوز قرطبه. المهم طارق حاول يسترضي موسى فترداه طارق فرضي عنه قال لك رضي عنه يعني هو في الحقيقة في هذه الرواية غلطان مية في المية لأنه لم يرضى عنه وهنشوف تبعات هذا الصراع صراع بين عبدين مين يرضي أسياده أكثر مين يغزو أكثر مين ينهب أكثر هذا كل ما في الأمر يقول صاحب تاريخ دمشق بن عساكر أما الذي تولى فتحها وكان أمير الجيش السابق إليها فطارق قيل ابن زياد قيل ابن عمرو كان واليا على طنجه مدينه من المدن المتصله ببر القيروان في اقصى المغرب. قيل ان مروان بن موسى بن نصير روايه اخرى انه طارق رغم انه كان عبد موسى بن نصير انه كان مع ابن موسى بن نصير، مروان بن موسى بن نصير، خلف طارق هناك على العساكر، كان مخليه فقط وانصرف الى ابيه فركب عرض له. فرد فرد ابن طارق البحر الى الاندلس من جهة مجاز الخضراء منتهزا لفرصة أمكنت فدخل وأمعن فيها كان هو وابن موسى بن نصير داخلين رجع ابن موسى دخل طارق وغزا وقال لهم أنا افتتحت أنا البطل يريد سام كريدت واستظهر على العدو بها وكتب إلى موسى بن نصير بغلبته على من غلب عليهم الأندلس وفتحي وما حصل لهم من الغنائم فحسده على الانفراد بذلك وكتب إلى الوليد بن عبد الملك يعلمه بالفتح ونسبه إلى نفسه المهم طارق كما قلت تلقى لما وصل عليه في الطريق طارق ترداه رام أن يستسل ما في نفسه من الحسد له وقيل له قال له أنا مولاك أنا عبدك ومن, ومن قبلك وهذا الفتح لك يعني اللي عمله العبد هو بتاعك وحمل طارق اليه ما كان غني من الاموال، وهذا لب الموضوع صراع على السبي والغنيمه وصراع على ارضاء الاسياد فقط. صراع على ارضاء الاسياد حتى يحافظ على مكانته. ابن عذاري يقول: اتفق الاكثرون على ان التقائهما كان على طليطله. وذكر الطبري انه كان على قرطبه. المهم فخرج إليه طارق معظما له ومبادرا لطاعته فوبخه موسى وغضب عليه وقيل أنه وضع الصوت على رأسه وقيل أنه ضربه أصواتا كثيرة وحلق رأسه ثم صار به إلى طليطلة وقال له ائتني بما أصبت وبالمائدة في قصة المائدة هنشوفها بعدين في مائدة أسطورية يعني ذهب ومش عارف فيه ومرسعة قال له هات اللي أخذت أيها العبد اللئيم فآتاه بها وقد اقتلع رجلا من أرجلها وحنشوف ليه فقال له أين الرجل قال له هكذا وجدتها فأمر موسى فعمل لها رجل من ذهب وأدخلها في صفت واختلفت الروايات لما فعل موسى مع طارق ما فعل من السخط عليه، فقيل انما فعل ذلك بغيا ونفاسه عليه، تنافس، واستدلوا على ذلك بادعائه خصال طارق واخذ المائده عند الخليفه، ومنهم من عذره وقال انما فعل ذلك لتقدمه دون رايه وهو مولاه وعلى توغله بالمسلمين وتغريره بهم. كل واحد يحاول يقول لكن هو الصراع على السلطه والغنائم. بل في روايه ابن عساكر انه كان يريد قتله لولا تدخل الخليفه بنفسه. قرات عليه في موضع اخر عن الحميدي قال طارق بن عمرو ويقال ابن زياد ثم يقول: لحق به موسى بن نصير ونقم عليه اذ غزاها بغير اذنه وسجنه وهم بقتله. ثم ورد عليه كتاب الوليد بن عبد الملك باطلاقه وصل الخبر للوليد قال له اطلق ما تقتلوش وترك التعرض له فاطلقه وخرج معه الى الشام قال له تعالوا انتوا الاثنين الوليد كان عنده مشاكل خلي بالك كان عنده مشاكل كان قربت نهايته ويريد ان يضع ابنه في يعني في ك يعني ولي عهد في الخلافه في سلم الخلافه لكن أخوه سليمان كان هو ولي العهد وحصل قلاقل عنده لسه ما تبتش الخلافة لابنه وفعلا حيموت من غير ما يتبت الخلافة لابنه حياخدها أخوه كان عنده صراعات سمع أنه اتنين من العبيد القادة اللي بعتهم آه وعايز يقتلوا وفي تنافس على مين فعل كده فقال لهم تعالوا الاثنين وسمع انه غنموا غنائم كثيره لا حصر لها تعال يا ابني تعال تعال تعالوا انتوا الاثنين حتى تعرف حجم الغنائم غنائم موسى بن نصير افتتح لما خليك من غنائم المغرب تكلم على غنائمه في الاندلس طبعا اللي اخذها من طارق واللي اخذها هو وهي بلاد دات مدن وقرى وريف فسبى منها ومن غيرها خلقا كثيرا وغنم واموالا كثيره جزيله ومن الذهب والجواهر نفيس شيئا لا يحصى ولا يعد اما الالات والمتاع والدواب فشيء لا يدرى او لا يدري ما هو وسبى من الغلمان الحسان أه؟ أه؟ خلي بالك الغلمان الحسان والنساء الحسان أه؟ اتامل بهم ايه الغلمان الحسان شيئا كثيرا حتى قيل انه لم يسلب احد مثله من الاعداء اسمعتي لم يسلب احد مثله من الاعداء مثل ما فعلوه في اسبانيا. واسلم اهل المغرب على يديه وبت فيهم الدين والقران، نعم يا حبيبي التقوى واضحه فيك، وكان اذا صار الى مكان تحمل تح، تحمل الاموال معه على العجل لكثرتها وعجز الدواب عنها، وين ما راح يقول لهم هاتوا الغنائم معي. هاتوا الاموال. إذا الوليد كما رأينا بعث إلى موسى رسولا فأخذ بعنان دابته قال له تعالى وبعث له رسوله قال له جيبه غصبا عنه وأخرجه من الأندلس ومعه طارق ومغيت وخلف ابنه على الأندلس وأبقى معه وزيرا موسى بن نصير كان عايز كل حاجة لنفسه حتى أولاده هنشوف أنه فرق وزع وزع البلدان على أولاده رحل إلى المشرق وخلف على افريقيا يعني ناحيه تونس ابن عبد الله وعلى الاندلس في ناحيه اسبانيا ابن عبد العزيز وناحيه المغرب على طنجه ابن عبد الملك وزع الكيكه على اولاده عشان كده كان زعلان من طارق قال له يا ابني انت عايز تاخدها هما عبيد بيبحثوا عن السلطه عن مكان لهم لانه لو اذا لم يكن لديهم ذلك الشيء انه يمتلكوا وتصير اهميه في دار الخلافه هيعدموا يروحوا اذا حتى لا تولاده ولا ارجع يمكن الخليفه نراضين حل المشكله ونرجع تاني انا عندي اولادي اهو مكان امن ثم صار منها بما حصل له من الغنائم اه واخد معاه هدايا وغنائم طبعا ساب مع اولاده الباقي انا بقول لك الخمس فقط واعده من الهدايا الى الوليد بن عبد الملك عايز رضي. يعني الوليد زعلان ومعه فيما يقال طارق واخد مع العبد بتاعه فمات الوليد وقد وصل موسى الى طبريه هنا تفرقت الروايات البعض بيقول لك وصلوا وشافوا الوليد وبعدين مات بعد فتره قصيره وصار الحكم لأخي سليمان البعض بيقول لك لا هم في الطريق مات الولي مع الرواية دي أو مع الرواية دي هنشوف النهاية نفس الشيء في سنة 96 فحمل ما كان معه إلى سليمان بن عبد الملك يعني لو جاء الخليفة الثاني إذا ولما وصل أعطى ما أتى به إلى الخليفة الثاني ويقال إنه وصل وأدرك الولي حيا والله أعلم كذا كذا النهاية واحدة موسى بن نصير لما قدم على الوليد لنفترض انه لقى الوليد حي ايه في روايه بتقول انه لقى الوليد حي وبعدها بشويه هيموت لما قدم على الوليد قدم, قدم معه ب ألفا من السبي ألف تتخيل من الجواري والغلمان الحساء غير ما ذكرنا وذلك خمس ما كان غنمه في اخر غزات غزاة بلاد المغرب وقدم معه من الاموال والتحف واللآل والجواهر ما لا ما لا يحد ولا يوصف ولم يزل مقيما بدمشق حتى مات الوليد وتولى سليمان وكان سليمان سليمان كان عليه بقى ابن العبد ده العبيد دول هيعملوا اللي فيها هيصيروا يعني هم امراء انت مولى بني اميه ما تغنمش حاجة لنفسك تجيبها لي فيها وتحط ولادك وتعمل مرات وكان سليمان عاتبا على موسى فحبسه عنده وطالبه بأموال عظيمة هات اللي أخذته ولم يزل في يده حتى حجب الناس سليمان في هذه السنة وأخذه معه فمات بالمدينة ما أخذوش معه يعني كمرافق له أخذ معه كما يؤخذ العبيد فمات في الطريق وغالبا هذا اللي حصل حين عاد موسى بن نصير إلى الشام قال لك وصلوا في الطريق كتاب الخليفة الوليد بن عبد الملك يأمروا بشد السير إليه ليدركه لي في قيد الحياة كان على مقربة أنه يموت قال له أسرع أدركني وكان مريضا ووافاه كتاب من سليمان سليمان قال له اوعى ما توصلش بسرعة بطئ حتى يموت يعني أنا قلت لكم كان في صراع ولي عهد أخيه الوليد يأمره بالتأني والتربص فأسرع موسى موسى عايز يسرع لأنه عارف أن الوليد أفضل من سليمان بالنسبة لي على الأقل الثاني معه مخرج ولم ينظر في كتاب سليمان إلى أن وصل إلى الوليد قبل موتي بثلاث أيام فقال سليمان لئن ظفرت به لأصلبنه هذا العبد سأصلبه فدفع موسى الأموال والمائدة المائدة تاني والدر والدر والياقوت والتيجان والذهب والفضه الى الوليد ابن عبد الملك قال لك اداه كل الغنائم سنة ستة وتسعين غالبا هذه هي النهاية توفي الوليد بن عبد الملك يعني احنا متكلم على الطارق دخل الاندلس 92 96 ما تسمعش خالص عن طارق بن زياد خالص يعني لو تولى المغرب في التم... في الثمانينات هجريه اماره طنجه نقول 85 فتح 92 سبع سنوات رجعوا للشام انتهى امر طارق انتهى اصلا هو لما دخل الاندلس انتهى وسنة 96 توفي الوليد بن عبد الملك في جمادى الأخير وولي الخلافة سليمان فغضب على موسى غضبا عظيما وأمر عليه فأوقف في يوم شديد الحر في الشمس قال له تخليك واقف طول اليوم آه اللي قاعدين يسموا مدرسة بن موسى بن نصير ساحة موسى بن نصير شارع موسى بن نصير آه هو كان متبهدل طب لو مين اللي صح الخليفة خليفتكم خلافة بني أمية ولا موسى بن نصير مين اللي صح مين اللي على الحق احنا صنعنا أساطير وصرنا نبجل ونقدس في حين أنهم كانوا بيبهدلوا بعض ويعذبوا بعض ويقتلوا بعض، وواحد يتهم الثاني بالسرقة، وواحد يتهم الثاني بأنه يريد أن يأخذ السلطة، كلهم لصوص. نحن بجلنا اللصوص، وسمينا مدارسنا بأسماء اللصوص، وشوارعنا بأسماء اللصوص، وقدسنا هؤلاء اللصوص. عفواً. إذا غضب سليمان على ابن عبد الملك على موسى غضبا عظيما غضبا عظيما وأمر عليه فأوقف في يوم شديد الحرف الشمس، وكان رجلا بادنا كنسمين ذا نسمة فوقف حتى سقط مغشيا عليه وقال له سليمان كتبت إليك فلم تنظر كتابي هل أم مئة ألف دينار قال له هات مئة ألف دينار يا سارق الغنائم قال يا أمير المؤمنين قد أخذتم ما كان معي من الأموال فمن أين لي مئة ألف دينار قال له مين قال له مش عايز تعطي مئة هات مئتين ألف كل مرة هتعترض حازود فاعتذر قال له هات 3000 وأمر بتعذيبي وعزم على قتلي فاستجار بيزيد بن المهل وكانت له حضو عند سليمان قال له أرجوك انقذني فاستوهبه منه وقال يؤدي ما عنده وقيل أن موسى افتدي من سليمان بألف ألف دينار مليون دينار في ذلك الوقت افتدي طب أولاده واحنا احنا شايفين موسى رغم انه افتدي دفع وعذب قعد هناك ما يغادرش لحد ما سليمان كان رايح الحج وقال لهم هاتوا معي ومات في الطريق مات في الطريق انتهى امر موسى بن نصير فاتح المغرب وفاتح الاندلس وفاتح هكذا لا قيمه له ادى دوره انتهى كسارق كلص كمحتقر كخادم كعبد لا قيمة له في سنة 97 من الهجرة استقر محمد بن يزيد بإفريقيا بعثوا حد تاني بأحسن سيرة وعدلية ثم وصله الأمر بأخذ عبد الله بن موسى بن نصير وتعذيبه واستئصال أمواله قال له أولاد موسى اللي سابهم هناك عذبوا طلع الأموال فسجن محمد وعذبه ثم قتله بعد ذلك اقتلوه حكموا محاكمة عادلة واقتلوه وكان سليمان قد أمره بأخذ أهل موسى وولده خذ كل أهل موسى وأولاده كل من تلبس به واستئصال أموالهم وتعديم حتى يؤدوا 300 ألف دينار خذ كل واحد وعدبه حتى يدفعوا اللي عليهم وتولى قتل عبد الله بن موسى خالد بن أبي حبيب القرشي اما عبد العزيز بن موسى اللي كان في الاندلس فخلع دعوه بني مروان على خلاص واستبد بامره لما بلغه ما نزل بابي واخي واهل بيتي وجاءت الكتب الى حبيب بن ابي عبيده ووجوه العرب من سليمان بن عبد الملك يامرون بقتله فقتلوه قتلوه في المسجد وحمل رأسه ورأس أخيه عبد الله حتى وضع بين يدي أبيهما موسى وهو في عذاب كان بيتعذب ولسه مسجون وجاب له رؤوس أولاده وقال له تفضل أهي رؤوس أولادك ده موسى بن نصير قائد الفتح الخليفة عذبه وطلع فلوس قال له هات اللي نهبته وأولادك هاتوا اللي نهبتكم وبعدين قطع رؤوسهم وجابهم وحطهم قدامه وقال له تفضل هدية مني سليمان ده هو اللي حاطط العملة دي وحاطط فيها قل والله واحد الله الصمد لم يلد ولم يولد التقوى بتقطر منهم عشان تعرفوا انه الاسلام الدين مظاهر في الواجهة وتحت هو السلطة وقتل وفلوس ودم وقال لك لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو اللي عمل العملة دي سليمان ده اللي قتل موسى بن نصير وأولاده وعذبهم هو اللي عمل العملة دي وولي سليمان المغرب وولي, وولى سليمان المغرب محمد بن يزيد مولى قريش العبيد العبيد بس وأمره بتتبع أصحاب موسى وولدي وأصحابه وأمره أن يعذبهم حتى يستخرج منهم الأموال ده في تاريخ اليعقوبي من بين الروايات انه طارق حاول يزيد على موسى لما كانوا عند الخليفه، وسخط سليمان على موسى بن نصير اللخمي العامل على افريقيا والذي افتتح الاندلس وما والاها، كان موسى قدم على الوليد فوجده شديد العله فلم يقم الا اياما حتى مات، احنا قلنا انه البعض يقول ادركه، البعض يقول لم يدركه، وسعى طارق مولى موسى بمولاه الى سليمان، راح وشى به الى سليمان، قال له كان بيعمل وكان بيعمل وكان بيعمل وكان بينهب وكان بينهب وينهب, وينهب. حتى يعطيه هو مكانه ويتخلص من موسى فاستصفى سليمان ماله وأخذ مئة ألف دينار فقال موسى صاحبتكم ولي فرس وفرو وسيف فاعطوني هذا وشأنكم بما بقي قال لهم خذوا كل حاجة لأنه خلاص عارف أنه نهايته خلاص عند سليمان هذه آخر مرة حنسمع عن طارق أنه لما وشى بمولاه عند سليمان انقطاع اخبار طارق ورحل مع سيدي بعد فتح الاندلس الى الشام وانقطع خبره. هناك في الشام تحت سطوه سليمان اللي قتل موسى بن نصير وقتل اولاده انتهى خبر طارق بن زياد. انا قرات على الانترنت وبعض الناس بيقولوا انه انتهى متسولا في شوارع دمشق لم أجد أثر لهذه الرواية لو عنده مصادر يزودوني بها لم أجد مصدرا لهذه الرواية طارق بن زياد غالبا قتل أيضا لأنه لا نسمع له بعد ذلك أي أثر غالبا قتله سليمان لأنه لا قيمته أقل من موسى بن نصير فإذا كان فعل بموسى بالعبد فعبد العبد أولى، هو كل من كان له صله بموسى بن نصير أو له علاقه بموسى بن نصير تخلصوا منه. إذا تخلصوا من طارق وتخلصوا من موسى بن نصير وهذا هو الأرجح. أما قصة المائده يقال انه قدم موسى على الوليد وهو بدمشق فاهدى له المائده قال له انا جبت لك مائده من اعظم ما وجد في اسبانيا او الاندلس فقال طارق الوليد ادعو بالمائده وانظر اذهب منها شيء فذهب دعا بها الوليد فنظر اليها فاذا برجل من ارجلها لا تشبه بقيه الارجل فقال طارق سله عنها يا امير المؤمنين قل له فين هي الرجل فإن أخبرك بما تستدل به على صدق بما تستدل به على صدقه أو أتاك بها فهو صادق فسأل الوليد موسى بن نصير فقال هكذا أصبتها فأخرج طارق الرجل فاستدل بذلك على أن طارق هو الذي أصابها قال له طارق أنا اللي غنمت هذه المائدة مش هو بيكذب عليك وصدقه فنزل منزل منه منزلا عجبا وأجازه وكذب وكذب موسى ابن نصير البعض قال أن هذه المائدة أنها مائدة سليمان بن داود يعني عملوا أساطير كثيرة على المائدة وصار موسى في بلاد الأندلس ففتحها حتى أوغل فيها أن المائدة اللي قدمها هي مائدة سليمان هو طبعا هذا خرافة لا توجد شيء اسمه مائدة سليمان إنما يمكن كان في صراع على الغنائم وده خلاصة الموضوع مين غنم ماذا؟ الجواهر والكنوز اللي وجدوها في بلاد الاندلس، اما خطبه طارق اللي صدعوا رؤوسنا بها ايها الناس واحنا قراناها في المدارس ايها الناس اين المفر؟ وانه احرق السفن والبحر من ورائكم والعدو امامكم فليس لكم والله الا الصدق والصبر، واعلموا انكم في هذه الجزيره اضيع من الايتام في مادب اللئام. وقد استقبلكم عدوكم بجيشه وأسلحة كل هذا الكلام والخطبة طويلة عريضة وقد بلغكم ما أنشأت هذه الجزيرة من الحور الحسان من بنات اليونان ما مش عارف جاب بنات اليونان هناك المهم القافية حلوة الرافلات في الدر والمرجان والحلل المنسوجة بالعقيان والمقصورات في قصور الملوك ذوي التيجان وتأكلون البنان لا من عندي وقد انتخبكم الوليد بن عبد الملك من الأبطال عربانا ورضيكم لملوك هذه الجزيرة أسهارا واختانا ثقة منه بارتياحكم للطعان واستماحكم بمجالدة الأبطال والفرسان بلا بلا, بلا 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 كل هذا الكلام أساطير أضيفت لاحقا على الأقل بعد أربع أو خمس قرون من الحادثة لا نجدها في المصادر القريبة من الحدث. لا توجد. وإذا كان طارق أمازيغياً كما يقولون، كيف له في ظل سنين قليلة من هو ولد خمسين وغزا في تسعين كيف أو البعض ست يقول ستين؟ كيف صار بارعا في اللغة العربية ويلقي الخطب بهذا الشكل وهو أمازيغي لا يعرف العربية ولد في بيئة لا علاقة لها باللغة العربية هذا أول سؤال لكن طبعا هذه لا خطبة ولا أي شيء هي توضح فقط ماذا يفكر فيه علماء وشيوخ الإسلام حور الحسان والدر المرجان وطبعا الغلمان ما عرفش لي ما حطهاش كانت تيجي في القافية وتيجي في كل شيء بل أحسن من اليونان لكن طبعا آه 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 القص... الخطبة هي مزورة منحولة منسوبة زورا لطارق بن زياد أما مسألة إحراق السفن فهي أيضا منسوبة زورا أول من ذكر يقال أنه الإدريسي في نزهة المشتاق في اختراق الآفاق تقريبا بعد مرور 400 سنة أربعة قرون أول مرة ذكرت مسألة إحراق السوق قال فأمر بإحراق المراكب التي جاز فيها فتبرأ بذلك عما اتهم به يقال أنه سمي جبل طارق لأن طارق بن عبد الله بن منو ونمو الزناتي لما جاز بمن معه من البربر وتحصنوا بهذا الجبل أحس في نفسه أن العرب لا تثق به قال لأنه أمازيغي والعرب ما وثقوش فيه فأراد أن يزيح ذلك عنه أحب يديهم الأمان أنه هو لا يريد الغدر بهم فأمر بإحراق المراكب التي جاز فيها فتبرأ بذلك عما اتهم به وطبعا هذا وطبعا الروايه تحولت لاحقا انه هو عشان يديهم عزيمه وصبر وليس لكم الا كذا البحر من ورائكم والعدو امامكم حتى يقووا قلوبهم وما يكونش عندهم اي وسيله ثانيه للهرب وتحولت القصه تغيرت الروايه بحسب الظروف ولقنونا اياها. اذا الخلاصه، من هو طارق ابن زياد؟ لا نعلم من هو الا انه عبد من عبيد الدولة الاسلامية، أتي به وتم سلخه عن اصوله، لا تجد له عائلة لا أب ولا أم ولا أولاد ولا أي شيء. لم يعد له ذكر الا في السبع سنوات اللي ولي من طرف موسى بن نصير عبد آخر من عبيد بني أمية ولي على طنجة والياً مكان موسى بن نصير ثم ذهب غازيا ليأخذ الغنائم والسبايا وليجد مكان عند اسياده في دمشق لما قام بذلك العمل غضب عليه سيده موسى بن نصير لانه يريد ان يكون هو صاحب هذا الـ الـ الانجاز والمنافسه على السلطه والخوف من ان يزيحه فغضب عليه وتشاجر على الغنائم وعلى السلطه فسمع الخليفه ذلك الامر فاستدعى الاثنين وسجن الاثنين وقتل الاثنين وانتهت قصه غزو الاندلس الذي صدعوا رؤوسنا به اين الله من كل هذا؟ هل ذهبوا لتخليص النفوس في الأندلس؟ هل ذهبوا فعلاً لكي يروا الله لأهل الأندلس؟ هل ذهبوا فعلاً لإنقاذهم من النار؟ هل ذهبوا فعلاً لأنهم يهتموا بروحانياتهم ويهتموا بآخرتهم؟ هذا الكلام لا يقبله عاقل، من قرأ هذه الروايات يخرج بنتيجة واحدة. أن هؤلاء لصوص باسم الله، أن طارق بن زياد لص آخر من اللصوص، أن موسى بن نصير لص من لصوص اختفوا تحت اسم الله، أنه استخدم من طرف أسياده كعبد لا قيمة له، وتم التخلص منه من طرف أسياده بلا ذكر. بلا اي شيء بلا اكرام بلا اي شيء، نحن الان يكرمونهم، لماذا؟ لانه ابتعد الزمن، فقاموا بنسج اسطوره حول طارق بن زياد واسطوره حول موسى بن نصير ولكنهم كانوا في نظر هؤلاء مجرد ادوات وكروت استخدمت ولما استخدمت تم احراقها ورميها في الزباله. طارق بن زياد كرت من كروت بني اميه موسى بن نسير كرت من كروت بن أمية تخل... تم التخلص من الجميع هذه هي الحكاية هذه حكاية طارق بن زياد ألقاكم في الحلقة القادمة وإلى اللقاء